الو الو، مرحبا. يا صباح يا الخير، صباح وان شاء الله النور. يا رب تدوم عليكم هالجمعه الحلوه. يعني انا سعيد ان انا معكم صباحيا اليوم ونشاط صباحي، فان شاء الله يا رب اللي عم يسمعنا اليوم يكون يومه سعيد وجميل. فانا مبسوط معكم. هي يعني اول شيء انا سعيد بنجاح اغنيه حب حب الحمد لله، وسعيد برضه برد فعل كبيره على اغنيه ورد البستان. عم بحاول دائما اقدم شيء جديد للناس، اقدم شيء يكون في بهجه، في خلط الحضارات والموسيقى المتنوعه، لانه هلا صارت الموسيقى هي عباره عن 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 شريحه الناس بتسمعها بكل مكان في العالم. فانت بالعكس لك الحريه تماما انك تعمل، لك المجال تعمل اللي بدك اياه بالموسيقى، طول ما انت بتعرف حدودك الموسيقيه وبتعرف شو عم بتقدم للجمهور. صح، بالاخص سمو زين الفيديو كليب مالك الاخير اللي طرحته اللي هو ورد البستان، طبعا احنا انصدمنا انك انت دخلت فيها الاغنيه الاوليه اللي هي انا ليك ودخلتها في الفيديو كليب وما طلعت من الاطار نفسه. هو اوريدي الفيديو كليب كان قبل يمكن كان في غابه او في نفس الشيء، وكان في مطارده، كان في اكشن شوي اكثر. بالعكس انا يوم شفت الكليب الجديد تذكرت الكليب القديم، حتى انا اتذكر كنت اغار من اللقطه اللي انت كنت تطيح فيها من فوق الجسر وتلعب شعرك في الماي، انا هاي ما انساها نهائيا. بس في انا خفت على الجمهور اني انا نطلهم من الطياره، الحرم المره جسر ومره طياره. احنا متعودين عليك دائما في اكشن، ما بدي اطير من جبل. بس انت نسيت شيء واحد على فكره، الافعى ما خليتها في الفيديو كليب، ليش؟ يعني هي الاحتفاظ بس بحقوق اغنيه، يعني انا ليك من الاغاني اللي كانت لها سبب كبير اكيد من جروتانا، يعني كانت نجاحي وحب الجمهور. يعني معرفة الجمهور فيني كانت أغنية أنا ليك، كان لها بصمة مهمة جدا بحياتي. طبعا بصمة في حياتي أنا بعد، أنا أتذكر طفولتي بهذه الأغنية أيام روتانا، ما أنسى هذا الشيء نهائيا. لساتك طفل، أنت لساتك الحرام على بتكبرنا يعني ولا شو؟ لا لا، أنت بعد إنك صغير ما شاء الله عليك، لا ما تغير شكلك نهائيا. حبيبي يعني أنا بدي أقول إنه دائما ليه احترام أغنية أنا ليك، ليه احترام خاص عندي وعند الجمهور. حاولت إني أنا أحافظ قد ما بقدر على الأغنية، ما حبيت إني أنا كرر الأغنية أكثر، حبينا نقدم رجوع مختلف، بالذات أن أنا أغني لأول مرة يعني بحياتي كلها لبلد سوريا، وأنا متشرف جدا أن أنا أغني باللهجة السورية. فأنا إلى حق كبير بعد العمر كبير، قدمت كثير لغات، غنيت كثير لهجات، غنيت تقريبا نيرلي يعني كل اللغات العربية. فكان إلى حق أن أنا أعمل شيء يكون مختلف، فأنا حبيت أن يكون فيها خلط من بداية حياتي أو بداية مشواري الفني اللي هو بأغنية أنا ليك، وادخل على ورد البستان على أغنية تفاؤل، كلمة جديدة، كلمة فيها نوع من العطر الجميل. صح. لأنه صار كثير مهم الناس تسمع الكلمات الجديدة، الكلمات اللي تكون فيها تفاؤل، طاقة إيجابية، يكون فيها مفردات مختلفة. أكيد طبعا عم ندور على المفردات اللي تكون فيها معاني مختلفة عند الناس أو بين الناس. سامو يسعد صباحك والف مبروك على الاغنيه. انا دلوقتي ما شاء الله، الله يديم الجمعه الحلوه، انا كل شوي رح ادخل مع حدا اتكلم معه بلغته، يا مساء العسل وصباح الفل، يا صباح الورد عليك. اهلا وسهلا. الف مبروك على الاغنيه، وبجد ما شاء الله عليك. كنت قبل ما تدخل معنا الاتصال بقول لهم انك انت دايما مختلف ومبدع، وهو ده اللي بيخلي الجمهور يحبك ويستنى اغانيك. انا عندي اغنيه فيلم 90 دقيقه عرفت معنى الحب، كنت لسه بشرح لهم قد ايه حبيت عليها وعشقت عليها وبكيت عليها، فما شاء الله عليك. بس كنت عايزه اخد رايك في الفكره اللي كنت بتكلم فيها مع مهند، اختلاف الفنان او ابداعه بشيء. دلوقتي ما شاء الله يعني الفنانين بقوا كتار جدا على الساحه زي ما انت عارف، وبقى النجاح المنافسه فيه صعبه. قد ايه بتبذل مجهود ان انت تطلع فكره جديده، تعلم مع الناس انك انت تختار موضوع اغنيه زي التكامليه ما بين اغنيه انا ليك وورد البستان، كانت شيء غير متوقع. عشان كده يمكن هو ده الاختلاف الايجابي في الموضوع سامو. يعني أكون معك أمانة أمين، يعني طول عمرها موجودين فنانين كتير، وفي مجهود كبير من كل الفنانين، وفي تعب كبير عم بيصير من كل الفنانين اللي بيشتغلوا. هي مش حكاية كده، هي حكاية إنه أنت دائما تفكر بلاين معين، بشكل معين تكون مختلف فيه، تقدم حاجة مختلفة للجمهور. وأنا تعودت أنا من بداية حياتي إن أنا أكون دائما أحاول أقدم حاجات مختلفة، يعني ما خلتش للفن عندي حدود بشكل معين، مع الاحترام طبعا للمستمعين والمشاهدين في بيوتهم او في اي مكان انا بقدم لهم.
حاولت دايما ان اكون ليا طابع معين، ليا خامه معينه العب عليها زي ما انا عايز، اغني اللي انا عايزه طول ما انا محافظ على القيم والحدود اللي انا بحاول اقدمها. لو غنيت مصري او لبناني او سوري او خليجي او مغربي، او حتى على المرحله القادمه ان شاء الله راح يكون في كمان اصدارات جديده راح تكون بالاوروبيه وبلغات ثانيه بالفرنسيه، راح تكون ان شاء الله باذن الله. يعني فبقول انه دائما انه الاختلاف لازم ضروري للمستمع، لانه انت دائما عم تشوف بلد جديد ومختلف. صحيح. وبالعكس انا مع كثره الفنان، انا مع كثره انه يكون فنانين كثير، بالعكس اللي لانه لهلا للوقت الحالي احنا ما عرفنا نوصل اغنيه تكون ترند في العالم. يعني ما وصلنا لهلا نعرف انه يكون في اغنيه ترند في العالم وتكون لها صدى كبير كثير بجميع دول العالم، مثل ما عملت دول اوروبا من اسبانيا من 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 من, من, من كوريا. بحكي طبعا عن جانجنا ستايل او ديسباسيتو، اغاني توصل للعالم كله. حسب التقارير العالميه بتقول انه لازم يطلع حدا من الميدل ايست هلا، مش شرط انه انا اكون، انا بتمنى لكل زمايلي انه احنا نعمل ترند بالموسيقى العربيه بالايام اللي جايه. فهلا بالعكس انت هلا كل ما يكون عندك ابداع عايزه تقدميه قدميه، الساحه موجوده وعندك انت. صحيح. بالعكس الانترنت صار اعطاك الفرصه الكبيره انه انت كل ما عم تعطي قيمه افضل للماده اللي انت بتقدميها، وكل ما تكون مبتكر ومجنون فكريا فنيا. صح. الفن هو جنون، والجنون هو الابداع، فالابداع لازم يكون بمقياس معين ليوصل لجميع دول العالم. بس انت مجازف سامو، يعني بحسك انت بتجازف بشكل كبير. يعني انا بقارن مثلا ما بين على مستوى الدراما والسينما شخصيتك في 90 دقيقه وشخصيتك في طعم الحياه، عبده الفتوه، حتى في الاغاني مثلا مره تنزل سنجل مره البوم، فما شاء الله عليك. ده احيانا بتحسش بخوف اللي هو يا ترى الناس هتحب الناس مش هتحبه، انا بجازف انا بخاطر؟ شوف يعني اكيد طبعا انا عندي تيم كبير بيشتغل معي، يعني اكيد في معايا تيم وناس حواليا وبيساعدوني، وانا من الناس اللي بحب الشورى جدا. يعني انا مش مجازف وحيد، عمرك ما تشتغل في المجال ده وانت تكون الوحيد، لانه هي عباره عن اراء كثيره، مثل ما انتم قاعدين كده بجامعتكم الحلوه ربنا يديمها عليكم، هي نفس الحكايه، اتس ذا سيم ثينج. انت لازم تشتغل دائما باراء وبناس خبرات وناس تشتغل معك، هذا يقول لك البيسك تبع البزنس ماشي بهالطريق، وهذا بيقول لك هالطريق، وهذا بيقول لك البريفرنس. بالنهايه طبعا اكيد يعني توفيق من عند رب العالمين. وشيء ثاني كمان بيكون هو عباره عن اقتناعي بالشيء اللي انا عم بقدمه للجمهور. فطول ما انا مقتنع وعم بقدمه، فبالنهايه ما دام قدمته وفكرت فيه يبقى انا 100% درسته منيح، مهما كانت نتيجته. فبالنهايه تجربه، طول ما انت مقتنع بالشيء اللي عم بتقدمه فهو بالنسبة لي هو نجاح انه انا اعمل هالشيء. فكان سلبي او ايجابي، طول ما انا محترم كثير منيح المشاهد او المستمع وما بضر تاريخي او فني اللي انا قدمته خلال 22 سنة اللي فاتوا، طول ما انا ماشي بقى بخط مختلف تماما. وبعتبر انه الاختلاف كثير مهم عند الفنان. صحيح. لانه المستمع كثير له بحب، صار يسمع كثير، صار بحب يسمع البلاي ليست. بلست يعني بحب يسمع اصوات كثير واشكال كثير. لو الله كرمك بفكر انه انت فيك تغير بفكر بصوتك، تعمل اشكال معينه باصواتك، فيك تغير بلهجاتك، بتعرف تحكي لغات، بتعرف تقدم موسيقى مختلفه بمعايير مدروسه، فإلك الحق والمشروع تماما انك تعمل اللي بدك اياه. صحيح 100%. صح سامو زين، يسعد صباحك كمان مره. يا اهلا، نور صباحنا اليوم. يا اهلا يا اهلا، شو هالجامعه الحلوه هي العربيه. احلى جمعه، الله يحميكم. تسلم، نور صباحنا اليوم، وكثير مبسوطين بحوارنا معك. كنت بس عندي فضول علق على قصه انا ليك وقرب لي كمان، من الاغاني اللي فعلا عاشت بوجدان الجمهور، من الاغاني اللي ما بتموت ما بتنتسى. اختلفت معك مثلا استراتيجيه اختيار الكلمات، الالحان، التوزيع من ايام ال2000 لليوم؟ حسيت انه اذا غيرت رح يروح طابع سامو زين، او بتقدر مثلا تعمل طوابع جديده باسم سامو زين وتحافظ على نفس المستوى؟ يعني زمان كانوا بيقولوا مرحبا لا هاي، فمن 20 سنه كل شيء، حتى اللغه بتتغير، ديفلوبينج كل شيء فيه اسمه تطور الفكري وتطور اللغه، طبعا مع احتفاظ باللغه انا قصدي يعني، بس احنا بنقول مصطلحاتنا دائما بتتغير مع الشباب ومع فكرنا ومع طريقتنا مع العصر اللي احنا بنمشي فيه، فبتتغير الفكر اكيد.
بس هي في مبادئ وأسس يعني علمية تفضل ثابتة عند الإنسان وبتكون قواعد هي ثابتة. طول ما أنت بتقدم عبارة ثابتة يعني أغنية حب حب كثير من الناس قالوا انه سامو يعني يغني عراقي ويدخل. قلت لهم شو المانع يعني انا اعمل خليط مختلف تماما بين التوزيع العراقي على الكلمه على سوري التوزيع المصري يعني هو موزع مصري على كلمه عراقيه على غناء مطرب سوري. يعني ما بعتقد انه فيها مشكله ابدا انه انا اعمل خلطه تكون مختلفه عربيه. نفس الشيء اللي عم نعمل هالشيء بقول دائما انه هي كلمه كلمه. تطور الكلمة مهم جدا، صيغ الكلمة اللي بتكون للشباب، يعني الشباب لهم مصطلحات جديدة، فبتحاول تنتقي الكلام المناسب لك ولجمهورك وحركات وللتطور الفكري اللي لهم. وحركات كمان يعني أنا حضرت الفيديو كليب هلأ صارت الناس لما تغني حب حب كثير على بكرة صارت الناس لما تغني الغنية ترقص مثلك. يعني قديه حلو هذا الربط يمكن بين الفيديو كليب وانت قادر توصل للوب جماهيرك انه بس يسمعوا مجرد ما يسمعوا الغنية خلص في حركات معينة عم يعملوها لحتى يكونوا مثل سامو مثلا بالفيديو كليب. يعني الأغنية يعني الأغنية هي عبارة عن الصورة هي عبارة مكملة عن الأغنية والأغنية هي أساسا الصورة. فبقول دائما انه لما بسمع غنية لازم دائما اربط بذهنك الباطني او العقلي دائما شيء معين بيخليك لما تسمع الكلمه تكون مؤثره جدا بطريقه لسمع الاغنيه. فحبيت ان انا اقدم هالمره شيء مختلف تماما. تعبت كثير وعلى فكره كثير ناس سالوني عن نوع شو اسمها نوع الرقصه قلت لهم هي رقصه سامو. يعني الصراحه اكون امين ما كانت الى نوع معين. انا حبيت تكون سو يعني أكون براحتي تماما. حبيت أن يكون براحتي. حبيت أن أنا ما يكون فيها زحمة الأغنية تكون بسيطة جدا. تكون نفس الشيء أنا ليك على فكرة جدا بسيطة كانت الأغنية. صورناها على فكرة أغنية ورد البستان بست ساعات. حب حب صورناها بأربع ساعات. هي كانت الفكرة عبارة عن كيف نقدم شيء بسيط جدا ونقدم بس بالنهاية تكون فيها ثيم معين قريب من القلب وقريب من الجمهور واللي بتعاملوا فيه الناس هلا. فعلا ما حبينا نقدم شيء يكون فيه اوفر باكتنج وما يكون بنفس الوقت يكون بعيد عن الجمهور او بعيد عن الجنريشن اللي عم بسمع الاغاني. يا سلام سامو من كثر ما احنا مبسوطين فيك يعني بعتقد انه كل واحد صار يصبح من جديد من جديد وبدي اقول لك يسعد صباحك من جديد. صباحك يا حبيبي صباحك الله يسلمك. الله يسعد صباحك. انت حكيت عن اغنيه وفيديو كليب حب حب بس بدي اخليك تعقب على شغلي بس وبدي اخذ رايك فيه. اليوم نحن بنشوف مطربين وفنانين غنوا باللهجه العراقيه بتلاحظ انه اللهجه العراقيه اخذت اكتساح على الساحه الفنيه اليوم سامو. بس برايك انت هل بدك تبدع بطريقه جديده بقالب جديد باللهجه العراقيه بدك تبرهن لجمهورك انه نعم انا بفوت باللهجه العراقيه وبقدم الافضل والتميز. بس بدي رايك اليوم بفنانين اليوم هل كل فنان قادر على انه يقدم باللهجه العراقيه؟ هل كل فنان اتقن الاداء باللهجه العراقيه ولا في تحفظ على رايك او هل في تفاوت بين اداء الفنانين؟ هلا لو انا بحق لي اني انا اقيم فلن يعني عمري ما رح احط نفسي بتقييم لاي احد من الفنانين. اول شيء انا بشكرك على سؤالك. انا بقول انه كل العرب فيهم خير وبركه واللغه العربيه هي بالنهايه هي لغه متبادله وفكريه واللغه العراقيه يعني ما شاء الله عليهم يعني فعلا عندهم فن مختلف مثل الفن الخليجي او الفن المغاربي او المصري او الشامي. كل واحد له طابع مختلف تماما. طول ما انت بتحترم اللغه وبتكون فعلا قعدنا 6 اشهر احنا عم بتدرب انا على النطق الحرفي لانه انا يعني اول مره بغني عراقي بس احتراما مثل ما انا غنيت بالمصري وحبوني جمهور المصري فتره كبيره كثير كنت لازم اكون انا الي يعني شو بدي اقول حذر بالشيء اللي انت عم بتقدمه. فهو هي فكره انه انت كل ما بتقدم وتتعب على الشيء اللي انت بتقدمه كل ما بتلاقي رده فعل اكبر واكبر. طول ما انت بتقدم فكرك انت يعني انا قدمت فكري ما قدمت هي كانت الفكره انه انا اقدم شيء مختلف بايقاعات مختلفه مش بالستاندرد العراقي اللي انت بتسمعه او بالفكر العراقي اللي انت بتسمعه. انا حبيت اني اقدم شيء انا بشكلي انا
بشكلي انا، بفكري انا، بكلماتي انا، انا بعبر عن الحب. مزبوط، بما انه الفيديو كليب كان حب حب، فانت كنت مبين فيه سامو انه فعلا انت حاب الفيديو كليب، حاب الكلمات، حاب الاغنيه، عايش الاجواء وعايش الدور فيه. ففعلا يعني هذا كان كل شيء ملحوظ عليك. لكن بما انه انا بشتغل ب يعني راديو الفجيره، بدي منك واطلب منك طبعا بعد اذنك طلب انه بس تعطيني جمله اسمعوا جديدي على الفجيره اف ام، بس هي الجمله ممكن اذا بعد اذنك. اسمعوا كل جديدي على الفجيره اف ام، معكم سامو زين. يسعد لي صباحك سامو، وشكرا كثير لك، ونحن مبسوطين دائما ومستنيين جديدك ومتعطشين لكل ما هو جديد على الساحه الفنيه منك. انا اللي بدي اصبح عليكم، والله يدوم عليكم هالجمعه العربيه الحلوه. انا بشكركم كثير على اهتمامكم، وان شاء الله دائما نلتقي دائما بالافراح والحب، وبشكركم كثير كثير واحد واحد ان شاء الله. شكرا جزيلا، نورتنا سامو. شكرا.